حماية الضحية. مين نحمي نفسي؟ نحمي الضحية. ثالثا ولا شو لازم عليا ندير مبعث؟ لازم نحمي الفضوليين ولا الشهود. قمنا بتكوين دورات في الإسعافات الأولية للشباب بتنسيق مع مديرية الحماية المدنية اللي نكون فيهم في مجال الإسعافات الأولية ليتخذوها بعين الاعتبار باش ينقذوا بها حياة الإنسان من خطر. غادي نقدموا دورة تكوينية لمدة 21 يوم، هذه هي الدورة الأولى بالنسبة لسنة 2018. في الدورة التكوينية هذه غادي ياخذوا المبادئ الأساسية في الإسعاف مثل الجروح والنزيف والكسور والحروق الى غيره، يعني كاع لي زانترفونسيون اللي نسيبوهم في الحياه اليوميه. من هذه الورشه التكوينيه هو تجويد المشعفين بثقافه عامه فيما يخص التدخلات خلال الحوادث. استفدنا بالمبادئ الاوليه تاع الاسعافات والحركات اللي لازم تكون في التدخلات. جيت لهنا باش ندير تخصص. اولا المبدا تاعي هو ان شاء الله نكون مسعفه من جانب الانساني، هذا هو اول هام.